كلنا عايزين ولادنا شاطرين ومؤدبين وجمال ونضاف وبيتكلموا كويس وبيردوا بطريقة مؤدبة، بس عمرنا ما بنعرف نعمل كده ازاي. طول ما الطفل بيلاقي الطريقة واحدة واحتياجاته موجودة وكل الحاجات اللي بيكون عايزها متوفرة، ما بيبذلش مجهود انه يطلب على الأقل، عمره في حياته ما هياخد خطوة عشان يبقى الشخص اللي انت عايزه. طول ما بيلاقيش اختلاف ما بين ان هو يكون سيء وما بين ان هو يكون كويس، عمره ما هيبذل اي مجهود عشان يكون شخص احسن. طول ما هو مش حاسس ان هو عليه مسؤولية او تارجت على الاقل المفروض يحققه علشان نفسه في المقام الاول، وعلشان دي مسؤوليته في المقام الثاني ومفروض ده دوره ويقدر عليه، مش هياخد اي خطوة عشان يكون شخص ايجابي. كتير من الامهات والاباء بيفتكروا ان احنا نساوم ولادنا، يا تبقى كويس ياخد منك الحاجه الفلانيه، مع ان التربيه ما فيهاش مساومه، او بالاحرى مش بيبقى اسمها مساومه، لكن بيبقى فيه تحفيز. التحفيز ده هو اللي بيساعد الطفل ان هو يبقى احسن. تبدا توري له مكانته وهو كويس ومكانته وهو مش كويس، مكانته هو قايم بالدور اللي عليه ومكانته هو مش بيبذل اي جهد علشان يكون احسن من اللي هو عليه. المقارنة مش دايما بتكون في صالح الطفل، لكن لو هيقارن نفسه قبل الفعل وبعد الفعل هتكون حاجة كويسة جدا وحاجة ايجابية انها تقدر تحفزه. دايما التشجيع المستمر بالامكانيات المتوسطة حاجة ايجابية جدا. يعني ما ينفعش اقول له انا هجيب لك عربية لو نجحت في ابتدائي مثلا، عربية هيعمل بيها ايه؟ هو اصلا مش مستوعب. او تحفيز كبير لكن هو عارف انه مش هيحصل. لازم لما اجي احفزه بحاجة يكون محتاجها، وحاجة تكون على قد المرحلة او على قد الدور او على قد المهمة اللي المفروض يقوم بيها. ان انا اتلاشى فكرة التحفيز واقول انا مش هساوم طفلي علشان اربيه عنده مسؤولية، ده تصرف خاطئ. الطفل دايما بيبقى عايز يشوف نتيجة، عايز يشوف تقدير، عايز يشوف ثمرة للمجهود والتعب اللي بيعمله. يمكن الحاجة اللي هو بيعملها بالنسبة لنا تافهة وعادية، ايه يعني حفظ درس؟ ايه يعني حل مسألة؟ بالنسبة له ده مجهود كبير علشان يفهم ويحفظ، واحساسه ان هو عليه دور اصلا دي حاجة كبيرة في ذهنه، دي حاجة مش بسيطة خالص علشان لازم يحس بيها. هيحس بيها ازاي؟ التحفيز مهم جدا. التحفيز بيخلي الطفل عنده القابلية والقدرة انه يبذل اكتر من مجهوده علشان يوصل لمكانة معينة. بالله عليكم لو مش قادرين تحفزوا اطفالكم، ما تزنقهمش في حتة المقارنة، لان لو انت قارنته بطفل شاطر او ناجح او نظيف او بيتكلم كويس، اعتقد ان لازم تقارن نفسك بابو او ام الطفل الشاطر والناجح المميز في معاملته مع ابنه، واكيد هتلاقي فرق شاسع ما بينك وما بينه.